لديك من العلم الكثير يا إمام. هذا خير وأبقى من أعمال الدنيا كلها. وماذا عن خير المسلمين؟ ما الذي تراه حولك؟ الكتب وحدها لا تقوم الأمة. أنت قاض وتعلم أن اليد إذا تراخت ساد الفساد بين الناس وعمت الفتنة. وأعلم أن الفتنة تحضر إذا غاب العدل، وإذا غاب العدل حضرت الفتنة. انتشر المغرضون بين الناس والأمور ليست على ما يرام، وهذا خطر على الجميع. وأنا أعلم أن ما جرى لا يرضيك، ولا تريد أن تبقي الأمور غير مستقرة. ماذا تريد؟ لماذا أرسلك ابن الوالي؟ لم يرسلني ابن الوالي، أتيت علني أعالج سوء الفهم وأقرب المسافات ما بينك وبينه. من قال إني أريد تقريب المسافات؟ ابن الوالي باسط يده نحوك يا إمام، فتفضل واسمعني. إن زرته في قصره وانتشر الخبر لهدأت الأنفس. كنت أتحدث معه واقترحت عليه أن يشاورك في شؤون القضاء، فهذا سيوقف سفك الدماء، وهو يرحب بذلك. القضاء، وأحكم بما يرضي الله أم تملون علي الأحكام؟ بئست البضاعة التي تلقيها أمامي وتظن الناس غافلين لا يفهمون. من ذا الذي يسير وراء إمام يدعو لابن الوالي، يدعو لرجل استأمنه الله على حياة الناس فأزهق أرواحهم بلا حق؟ نراب للصدى الحاصل إذن. يبدو أن الفتنة تمكنت من الجميع. خلاف واختلاف. الفتنة هي ما يخالف شرع الله وسنة نبيه، فالزم. من ذا الذي فتن؟ أميرك أم رجل فقير مثلي؟ لتعلم أنت وابن الوالي أن كل طريق عبد بدماء الأبرياء وخاصم مصالح الناس أنه طريق قصير الأجل. شكرا لوقتك يا إمام. إنما أردت خيرا، أطلب المعذرة إن أثقلت، وربما يكون في عزلتك خير. والسلام في الختام. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.